دكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الأغذية. خلي بالك الدكتور محمود مطاوع ده هيقول كلام جامد جدا، رئيس شعبة الأغذية في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، ده بي معانا من زمان واحنا اتأخرنا عليه، بس هيقول كلام مهم. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا دكتور. استاذ محمود حضرتك انسان جريء وانا احب الجرأة. انا لازم ادافع عن حق كل مواطن مصري بصفة الوظيفية. علاقة الموضوع بانني استاذ دكتور رئيس هيئة رئيس شعبة الأغذية بالرقابة على الدواء في مصر. واحنا عندنا هيئه محترمه جدا 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 اللي هي الهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه، وانشئت بقرار جمهوري رقم 382 لسنه 76، وكان هدفها نبيل وشريف وهي الرقابه على جميع المستحضرات الصيدلانيه الدوائيه، سواء كانت تفتيش او تسجيل او مواد خام يصنع منها الدواء، وكذلك الأمصال للتأكد من فعاليتها واستهلاكها للمواطن المصري. ده هدفنا الأولاني. هدفنا الثاني هو التطوير، تطوير البحوث الرقابة والبحوث، تطوير بحوث للمستحضرات دي للنهوض بالمستوى العلمي والرقابي على الدواء في مصر. ده هدف نبيل، وانشئت الهيئة سنة 76 لهذا الهدف النبيل. واحنا واجبنا ووظيفتنا وبناخد مرتبنا اساسا من هذا الهدف، لابد ان نكون امماء على صحه البني ادم المصري والعربي واي بني ادم، لازم دي امانه في رقبتنا. لما ما نكونش امناء المفروض يتنسب بينا مجالات هيئه. طيب الحمد لله احنا بنقول يا استاذ محمود على كامل يعني على 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 نظام سيستم جميل. تعالى بس حضرتك، انا ما اقدرش اقول الكلام ده الا بعد الثوره. بعد الثوره 2011 تقدمت بكل المخالفات والموجوده في وزاره الصحه لهيئه النيابه الاداريه المكتب الفني، واخدت منها قضيه لما تشوفها حضرتك صعب انك تعرضها على الساده المشاهدين، وهي تمرير ادويه غير مطابقه للمواصفات، وكان هدفها ناس معينه لا داعي لذكر اسمائها الان. انا ده مش موضوع الوقت، موضوع الان ان هناك قرار من وزير الصحه الاسبق حاتم الجلالي اللي احنا ما زلنا الى الان بنمشي بيه من قبل الثوره، حكومه رجال الاعمال مش شغالين عليها الى الان. هذا القرار اسمه طريق كل 540. هذا القرار عمله حاتم الجبلي لخدمة رجال الأعمال، وهذا القرار موجود معايا. وبمعنى ايه؟ بمعنى انه يسمح بتداول الثلاث تشغيلات الأولى من المستحضرات الدوائية. لا أستاذ دكتور محمود، من فضلك هذا القرار اقرأه بتأني. ايوه يسمح بتداول. بحب بص حضرتك، انا لما كتبت القضيه في قضيه كاتبها 2015. لا اقرا لي القرار يا استاذ محمود، يا دكتور محمود بتأني كده. يسمح بالافراغ والتداول للادويه او المستحضرات الطبيه بنسبه 30% قبل ورود نتائج فحص عينتها بمعرفه الهيئه المذكوره لما قد يترتب على ذلك من اضرار. ده النيابه اللي بتقول أضرار جسيمة للمواطن، فهو كان سامح ب 30% بالقرار ده، وبعدين ناخد عينة منه، يعني بعد ما ينزل السوق ناخد عينة. يعني القرار بيقول ببساطة كده للناس، يعني للسي عشان نقول للسي إنه دكتور محمود إنه يتعمل دواء ممكن يسمح ب 30% من إنتاجه أن يتداول في الأسواق، ثم نشوف إذا كان كويس ولا وحش. بالظبط، وبعدين ناخد منه عينه للرقابه الدوائيه لمدى مطابقته بالمواد. بعد قد ايه يا دكتور محمود؟ بعد ما ربنا يسهل بقى التحاليل بقى وهم يجيبوا اوراق. لا 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 لا، يعني بعد قد ايه بناخد العينه؟ على طول بمجرد نزوله من السوق. لا يعني هو الدواء ننزله السوق من غير ما ناخد الموافقه، ننزل منه 30%. بالظبط. والناس تستعمله. والناس تستعمله. وبعدين نشوف اذا كان كويس ولا وحش.
لو هو مطابق يا استاذ محمود مفيش مشكله، هو موجود في السوق. لو هو مش مطابق بنقول للشركه يا شركه اسحبي مستحضراتك من السوق يا شباب، والشركه هتسحب؟ مستحيل. فانا عشان ارخص الموضوع، القرار ده ما كانش عاجبني من ايام حاتم الجبلي. هنا رحت عملت ايه؟ رحت نزلت بنفس الصيدليات واشتريت 3 مستحضرات دوائيه غير مطابقه للمواصفات عندي في الشعبه، وفي نفس الوقت طلع بها منشور دوري، منشور دوري من وزاره الصحه بيقول يا جماعه احذروا هذا الدواء، هذا الدواء غير مطابق للمواصفات، جمعوه من السوق. وطبعا هو ما زال موجود في السوق مش هيتجمع لان الشركه اللي بتسحبه. فانا رحت اشتريت المستحضرات دي بنفسي، وجبت قرار وزير الصحه، وجبت المنشور الدوري بتجميعه وتحريزه من السوق المحلي، الوزاره اللي بتقول كده جمعوه وحرزوه من السوق، وجبت قرار التحريز من السوق المحلي من الوزاره، وجبت الادويه ديت وسلمتها لمكتب رئاسه هيئه النيابه الاداريه، قلت لهم خدوا اشتغلوا في القضيه دي، وطلعوا لي القضيه رقم 105 لسنه 2012. انا ايه النيابه الاداريه؟ قالت تعديل احكام القرار الوزاري الصادر عن السيد الاستاذ الدكتور وزير الصحه رقم 540 لسنه 2007 بشان سحب وحظر تداول المستحضرات بما لا يسمح بتداول اي تشغيله من هذه التشغيلات الا بعد تحليلها بالهيئه المشار اليها وصدور قرار بمطابقتها. ووعدت هيئه النيابه الاداريه برئيس الوزراء ومعالي وزير الصحه سنه 2012 2013 محمد مصطفى باي حامد كان وزير الصحه خد هذا القرار وحطه في الدرج وكأن لم يكن. طيب انا دور على هذا القرار، مفيش قرار في هيئه الشكل ده موجود في الوزاره ولا عند المستشار ولا عند اي حد، كله بيخبي في مافيا استاذ محمود داخل وزاره الصحه، وانا عارفهم في الاسم بالاسم وما ينفعش اقولهم على القهوه وعد المستندات. تعالى بقى حضرتك بقى لما ما عرفتش سنه 2012 اعصب على هذا القرار، فجاه مستحضر تاني ليا وتحت رقابتي رقابه دوائيه، وكان خاص خطير جدا، خاص بالمخ والاعصاب، منشط للذاكره وغالي السعر جدا. فطبعا ده غير مطابق للمواصفات، وطلع له منشور دوري كمان بسحبه من السوق، ونفس القصه عملتها تاني. وطبعا رحت لهيئه النيابه الاداريه اديتهم المستندات الخاصه بهذا المستحضر، يعني يا دكتور والصيدله والرقابه الاداريه جابوا كل حاجه، وطلعت القضيه رقم 97 لسنه 2015 اللي هي. طيب دكتور محمود، يعني عايز اقول لحضرتك بس خليك معايا، يعني انت كرئيس شعبه الاغذيه في هيئه الرقابه والبحوث الدوائيه بتقر ان هناك قرار من وزير الصحه الاسبق الدكتور حاتم الجبلي بيقول ان ننزل 30% من كميه الدواء قبل ان تاخذ يعني حقوقها في البحث والدراسه، وهذا يحدث حتى الان. مظبوط يحدث حتى الان، ده بالعكس يا استاذ محمود، ده حصل مصيبه كبرى. العدوي الرئيس الوزير السابق اللي هو عادل العدوي خلى من 30% الى 50%، يعني قرار. طيب طب اسمعني يا دكتور محمود، قبل ما الدكتور حاتم الجبلي يطلع القرار ده سنه 7 كان في حاجه بالشكل ده؟ لا 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 لا، احنا انشات الهيئه بحاجات معينه، لنا نظام، لينا معايير لانشاء الهيئه، هي جايه منوط بيها الكلام ده، بس ما ينفعش الحاجه تنزل. طيب هذا امر يا دكتور محمود، انا بشكرك جدا جدا على يعني حماسك، يعني انا